هي تسجيل المحاضرة، أوكي. وصلنا لعند القيود، زي ما حكينا إنه في 3 أوامر أساسية أنا بقدر أشتغل عليها أو متعلقة مع القيود، اللي هي كرييت وهي ألتر واللي هي الدروب. طبعا الكرييت ممكن تكون زي ما قلنا مع الجدول أو خارج الجدول، يعني بعد ما أنا أنشئ الجدول بحق لي إيش؟ بحق لي أضيف القيود هذه بعد إنشاء الجدول. ألتر هذه عملية تعديل، يعني لو كنت أنا في قيد بدي أوقفه مثلا، في قيد بدي أغير بعض الخصائص تبعته، ممكن أعدلها من خلال الألتر. الحذف طبعا زي ما احنا شفنا إنه ممكن أحذف القيد هذا، بطل يلزم نهائيا. طبعا شفنا كيف المفتاح الأساسي كيف ضفنا له القيود، يعني لاحظوا هنا مع العمود مباشرة كتبنا كلمة برايمري كي، هذا كانت إيش؟ بدون اسم، اللي هيعطي له اسم اللي هو مين؟ الـ SQL سيرفر. الطريقة الثانية لاحظوا بنفس الأمر السابق، ولكن بدل ما أكتب كلمة برايمري كي لحالها، لا بكتب كونسترينز أعطي له اسم أنت من عندك هنا، وبعدين أحكي إنه هذا برايمري كي، بين قوسين أكتب لي مين هو الحق لهذا البرايمري كي. هذه الطريقة بتلزمني زي المرة اللي فاتت لما شفنا، لو كانوا العمودين هذول بدي الإمبلي أي دي مع الإمبلي نيم بدي إياهم الاثنين يكونوا برايمري كي. بعد أنا مجبر في الحالة هذه أكتب له برايمري كي وأكتب بين قوسين مين هم البرايمري كي. لكن اذا كان لحاله يعني الامبلي اي دي زي هذا، ممكن اكتب برايمري كي بدون هذه، هذه ما بتلزم. طيب بعدين شفنا احنا كيف نعمل دروب، يعني بقول له التر تيبل. طبعا ليش بنعمل التر تيبل؟ ليش ما بنكتب التر كونسترينز؟ لانه احنا حكينا القيود مرتبطه مع مين؟ مع الحقول التي موجوده بالجداول. عشان هيك انا لما بعدل على القيود فعليا انا بعدل على الجدول، يعني بقول له التر تيبل روح عدل على الجدول اللي اسمه امبليز، اعمل لي حذف دروب للكونسترينس اللي اسمه مين؟ نفس الاسم اللي انا اعطيته اياه اللي هو بي كي اندرسكور اي دي، هي نفس الاسم اللي انا سميته فيه قبل شوي. طيب شفنا بعد هيك النطنل اللي هو منع، بدي اضيف قيد يمنع ترك الحقول فارغه، يعني على سبيل المثال زي الطالب لما يجي يسجل عندنا في الجامعه لاول مره، مستحيل اسيب رقم الطالب فاضي، مستحيل اسيب رقم الاسم الاول والعائله فاضيين هذول، لانه هذول اجباري اساسي. معدل توجيهي ايضا هذا شيء اساسي ممنوع اسيبه نل، لكن ممكن العنوان نسيبه نل، ممكن الـ الـ الهوايات مثلا، الشغلات الثانيه ممكن نسيبها نل، بس في شغلات اساسيه انا مجبر لازم اضيفها قبل ما ايش اعمل اضافه على الجدول، قبل ما اعمل اضافه سجلات او تعديل سجلات موجوده على الجدول. شفنا النطنل، طبعا النطنل سهله ممكن اكتبها بس كلمه نطنل هنا ورا العمود هنا بدون ما اكتب اسم القيد. لو انا بدي اكتب اسم قيد شو بعمل؟ التر تيبل امبليز التر كولوم، في الحاله هذه انا بعدل على كولوم موجود عندي اسمه امبلي نيم فاركار 30 نطنل. طبعا لاحظوا في لما اجي اعدل على العمود اللي موجود هنا برجع اعدل عليه كله من اول وجديد، بقول لي اكتب لي، يعني انت بتعدل على العمود اكتب لي اسمه اكتب لي نوعه واكتب لي الكونسترينس اللي موجوده معه. الايدنتيتي شفناها المره اللي فاتت، الايدنتيتي هذا عباره عن رقم متسلسل، يعني باجي بقول له انه هذا الحقل الامبلي اي دي عباره عن انتجر وفي نفس الوقت برايمري كي وفي نفس الوقت ايدنتيتي. ممكن احكي له ايدنتيتي ايش يعني؟ ما هو مقدار البدايه؟ قيمه البدايه 1 وهذه مقدار الزياده. ماشي يا جماعه، هذه بنسميها السيد وهذه بنسميها الانكريمنت. القيمه الاولى بنسميها، يعني ممكن ابدا انا من 10، ممكن ابدا من 100، ممكن ابدا من 5000. طب سؤال، في اي حاله انا ممكن ابدا من رقم غير الواحد يا صبايا؟ ممكن ابدا مثلا من 100، ليش ابدا من 100؟ في حدا بيعرف؟ مقدار نقصان مش زيادة. نعم، ما كنا نعمل مقدار نقصان مش زيادة. ممكن هذه أحد الحالات، لو أنا بدي أبدأ مثلا أبدأ من القيمة العالية مثلا أبدأ من 100 وهنا أقول له سالب 1، حيصير مقدار الزيادة هي إيش هنا؟ تناقصي. في حالة ثانية مستعمل أكثر من هيك، على سبيل المثال أنا في عندي عملت ايدنتيتي يعني رقم متزايد أو تزايد تلقائي، وفي عندي بيانات قديمة، البيانات القديمة مثلا في عندي 100 طالب، المفترض الرقم الجديد قديش ياخذ؟ 101 صح؟ فعاد في الحالة هذه بقول له ايش هنا؟ ابدا من 101 هنا، بقول له 101 ومقدار الزيادة قديش؟ 1. يبقى الرقم الجديد اللي حياخذه قديش حيكون عندي؟ حيكون عندي 101.
وضحت الفكرة ليش بستعمل أنا أحياناً يعني هو بيقول لي حدد من وين أبدأ أنا، هذا كأنه بيقول لي من وين أبدأ الرقم هذا، أبدأ من واحد، هذا مقدار الزيادة. طبعاً مقدار الزيادة زي ما أنتم بتفضلوا، ممكن أحط واحد، ممكن أحط خمسة، ممكن أحط عشرة، حسب المؤسسة كيف هي بتشتغل. واضح يا جماعة؟ أو حسب كيف المبرمج هو اللي بيحدد النقطة هذه. طيب شفنا المفتاح الأجنبي أيضاً. المفتاح الأجنبي هو عبارة عن إيش؟ هو عبارة عن الفورين كي. الفورين كي إذا كانت موجودة القيمة بدها تأشر على قيمة موجودة مسبقاً في حقل ثاني، يعني الريفرنس هذا بده يكون بيأشر على مكان ثاني برايمري كي، بده يكون بيأشر على مكان ثاني برايمري كي. يعني على سبيل المثال هنا في جدول المنتجات، الآن في عندنا حقل إيش اسمه مع المنتجات غير الرقم المنتج غير اسم المنتج، يعني حاجة بنسميها تصنيف المنتج اللي هي الكاتيجوري آي دي، هذا عبارة عن رقم. التصنيف هذا أنا بدي أصنفه، هذا هل هو أجبان مثلا في السوبر ماركت على سبيل المثال، هل هو أجبان، هل هو مشروبات غازية، هل هو مثلا أنواع أكل، هل هو شغلات زي هيك. طيب التصنيفات هذه وين موجودة؟ بدها تكون موجودة في جدول اسمه categories، في عندي جدول تاني وعندهم الرقم هذا category ID primary key. فعاد أنا هنا بتضربط كل منتج مع مين؟ مع الأرقام الموجودة عندي. طب وإيش بقول له أنا؟ references يعني هو بيأشر على categories، هذا اسم الجدول، على اسم الحقل اللي اسمه categories category ID، بيأشر على الجدول اسمه categories، في عندك حقل اسمه category ID. هذه طبعا الطريقة اللي هي بدون اسم. لو أنا بدي أعطيله اسم بقول لي لا، أكتب كلمة constraint أعطيله اسم وبعدين بتكمل reference categories category ID. السؤال اللي بطرح على نفسه، هل الفورين كي أنا بقدر أضيف فيه قيمة فارغة null value؟ يقبل قيمة فارغة. ليش؟ صح كلامك، يقبل قيمة فارغة. طب ليش يقبل قيمة فارغة؟ ممكن برايمري كي هو الجدول اللي نرجع منه هو لا يقبل قيمة فارغة، الفورين كي بيقبل. صح كلامك، الآن البرايمري كي ممنوع يكون فيه قيمة فارغة، بس الفورين كي ممكن إيش يكون قيمة فارغة. طب إيش تفسيرها هذه؟ هذه تفسير على سبيل المثال، اليوم إحنا السوبر ماركت ببيع أدوات أكل كلها وشغلات زي هيك، صح؟ فتحنا قسم جديد في السوبر ماركت نصير نبيع أدوات إلكترونية. طيب لما جبنا الأصناف وجينا ندخلها على الكمبيوتر، إجا الموظف اللي على الكمبيوتر بيقول يا عمي طب إيش الأصناف هذه اللي أنتم جايبينها، التلفزيونات وكمبيوترات، شو بدنا نصنفها هذه؟ لأنه لحد الآن فيش لها تصنيفات، كل التصنيفات السابقة كانت عبارة عن مأكولات، مشروبات، لحوم، أجبان، شغلات زي هيك. عاد الآن إيش بيسوي هو؟ بده يضيف البيانات ويسيب الخانة هذه فارغة عبال ما هم يعملوا تصنيفات جديدة للمواد الإلكترونية. مثلا ممكن في طالب يجي يسجل عندنا في الجامعة مثلا ويقول أنا بدي أسجل عندكم في الجامعة وجاي من جامعة ثانية، طب شو بدك تدرس عندنا؟ لسه مش عارف، بكرة بحدد أنا. فعاد في الحالة هذه بنسجل بياناته ونعطي له رقم جامعة، بس التخصص اللي هو الميجر هنا بنسيبها فاضية، يعني هو لحد الآن بيجينا بكرة مثلا على سبيل المثال. واضح بالطريقة هذه. لو أنا نسيت أضيف الكونسترينت هنا، يعني هذا السطر كله من هنا هذا اللي باللون الأزرق أنا نسيت أكتبه، يعني بس كتبت كاتيجوري آي دي انتجر وسكرت الجدول، بقول لي بسيطة، لو أنت نسيت الفورين كي ممكن نضيف. وشو بنعمل؟ ألتر تيبل برودكت أد كونسترينت، طبعا اسمه أعطيه اسم، طبعا لاحظوا دائما بنسميه أف كي عشان يدل على إيش؟ إنه فورين كي. نكتب BK عشان يدل على إيش؟ إنه primary key. نكتب NN عساس إنه يدل على not null. مثلاً نبدأها بUQ مثلاً عشان إيش؟ unique. ونحط رموز هيك دائماً أو حروف اختصارات بتدل على نوع القيد هذا. طيب الفورين كي هذا على مين جاي؟ على الكاتيجوري IT. الآن فورين كي لاحظوا هنا مهم جداً نحدد constraint، اسم الconstraint، بعدين باجي بقول له فورين كي هذا عبارة عن إيش؟ مفتاح أجنبي. مين هو؟ بين قوسين اكتب لي اسمه، يعني هذا في الجدول مين هو المفتاح الأجنبي؟ هل هو هذا؟ ولا هو هذا؟ ولا هو هذا؟ واضح يا جماعة؟ عشان هيك أنا حكيت له كاتيجوري آي دي، وبعدين برجع بحكي له هذا من وين جاي، بيأشر
على جدول الكاتيجوريز على الحقل اللي اسمه كاتيجوري اي دي عندك. واضحه كيف؟ الان في حاله حذف الجدول المفتاح الاجنبي بطل يلزمني، يعني شفت الان بطل فيش منه فايده، بعمل الالتر تيبل برودكتس، يعني عدل على الجدول اللي اسمه برودكتس. ايش بدك تعمل؟ دروب كونسترينت، شو اسمه؟ نفس الاسم اللي انت حطيته هنا، نفس الاسم اللي سميته فيه هو اللي بدنا نمسحه. بعد في الحاله هذه شو بيسوي؟ بمسح كل القيد هذا اللي موجود عندي، وينه؟ هذه كل هذا مسح لي اللي انت انشاته قبل شويه. خلاص في الحاله هذه ببطل اشر على عمود ثاني، ببطل اشر على قيم موجوده ايش في تيبل ثاني. طب سؤال، لما امسح انا او اعمل حذف لمين؟ للقيود اللي موجوده على الحقول في الجداول، هل بيتم مسح الجدول هذا او بيتم مسح الحقل؟ بيتم مسح دكتور من جدول فورن كي، اما البرنامج كي بضل. يعني العمود بنحذف الكاتيجوري نفسه؟ اه اللي موجود في البرودكت بنحذف. آه يا جماعة لما اجي انا، السؤال كمان مرة، لما اجي انا اعمل الالتر تيبل برودكتس، يعني هي بدي اعدل على الجدول هذا برودكتس، لما اقول له احذف الكونسترينتس اللي اسمه فورن كي اندرسكور كاتيجوري، هل بيتم حذف كل الجدول هذا؟ لا لا، بس بنحذف الكاتيجوري. مين بيحذف العمود هذا صح؟ اه لا، كل شيء بيضله. مين بيحذف؟ بس بيحذف القيد، شايفين يا جماعه القيد، حتى البيانات ما بتدخل فيها، بتضلها موجوده، والعمود هذا او الحقل هذا بضله موجود، ولكن انا حذفت القيد. شو يعني حذفت القيد؟ اصبح في حريه في عمليه ادخال البيانات زي ما بدي. في الاول هو كان جابرني انه اي قيمه بدك تضيفها لازم تكون موجوده وين؟ في الحقل تبع مين؟ تبع البرايمري كي اللي هو الكاتيجوري اي دي. وضحت الفكره هذه يا جماعه؟ واضحه الفكره هذه يا جماعه؟ طيب بدنا نشوف اليوم نوع جديد اللي هو اسمه القيد الفريد. ايش القيد الفريد؟ اللي هو اليونيك كونسترينتس. اليونيك كونسترينتس هذا بقول لي انا بدي امنع التكرار، بدي احطه على عمود معين وامنع التكرار. يعني مثلا بدي اعمل انا جدول نخزن فيه كل الناس اللي بتربح معنا جوائز، واجى قال لي ممنوع يتكرر اسم الشخص. طب كيف بدنا نحط انه ممنوع يتكرر في الداتابيز؟ يعني على سبيل المثال احنا في الجامعه بنعمل مسابقات وبنقول اللي بيجاوب بس بياخذ جائزه، بياخذ جائزه لمره واحده حتى لو جاوب على اكثر من سؤال. او احنا في السوبر ماركت مثلا عاملين مسابقات انه كل شخص لازم يفوز مره واحده. طب كيف بدي اضمن انه الشخص هذا ممنوع يتكرر اسمه عندي في الجدول الفائزين؟ بدنا نروح على الاسم ونكتب له ايش يا جماعه؟ مثلا انه نطنل. او في عندي مثال ثاني، الايميل لما اجي اخزن ايميلات الطلاب عندي او ايميلات الموظفين في الشركه، المفترض في حدا ايميله زي الثاني زي الطالب الثاني؟ المفترض لا، فيش حدا ايميله زي الثاني. عشان هيك انا بدي اضمن صحه البيانات، انه البيانات صحيحه. ايش بنسوي؟ بنروح على الحقل او العمود اللي اسمه الايميل، نكتب له يونيك. ايش يعني يونيك؟ ممنوع تكرار هذه القيم، ولكن بقول لي بينما تسمح، هيها بينما تسمح الخاصيه اليونيك بالقيمه الفارغه. تنسوش هذه الشغله. ماشي يا جماعه؟ خاصيه اليونيك او القيد الفريد بقول لي بتسمح بالقيم النل، هيا بتسمح بالقيم النل بينما تسمح الخاصيه اليونيك بالقيمه الفارغه. هيا ممنوع تكرار هذه القيم ولكن بسمح بالنل فاليو. طب بدي اسال سؤال انا، شو الفرق بين البرايمري كي واليونيك؟ البرايمري كي ما بسمحش بقيمة فارغة، اليونيك بسمح بقيمة فارغة. ممتاز. الآن التنين زي بعض تقريبا، يعني التنين بيمنع التكرار، البرايمري كي بيمنع التكرار واليونيك بيمنع التكرار، ولكن بقول لي البرايمري كي بيمنع التكرار زائد منع القيمة الفارغة.
لكن في اليونيك بقول لي بيمنع التكرار ولكن يسمح بالقيمة الفارغة اللي هي مين النل فاليو، اللي هي مين النل فاليو. واضح يا جماعة؟ لازم نعرف نفرق بيناتهم. هذه لما كتبت كلمة يونيك بدون اسم خلاص هو فهمها إنه بدك أنت على على الإيميل ممنوع يتكرر، لأنه شيء طبيعي كل شخص له إيميل واحد مختلف عن الناس الآخرين. طيب لو أنا بدي أسمي أعطي له اسم نفس الإشي، كرييت تيبل على سبيل المثال إحنا بننشئ جدول موظفين، كرييت تيبل اسمه إمبليز، إمبلي آي دي قلت له من نوع إنتجر أعداد صحيحة برايمري كي فاصلة، اللاست نيم فار كارتو 255 يعني بياخد حروف طولها 255، نط نل شو يعني نط نل؟ ممنوع تسمح نل قيمة نل وين في اللاست نيم، والفيرست نيم كذلك برضو ممنوع تسمح نل. يشينا عند الإيميل قال لي فاركار 30 وكونسترينت، لاحظوا كتب اسمه، إيش اسمه؟ إيميل أندرسكور كونسترينت. ممكن نكتبه زي هيك، في ناس ثانية ممكن تكتبه كيف يا جماعة؟ ممكن أنا أكتبه بالطريقة هذه، ممكن أجي أكتبه أنا اسم الكونسترينت، ممكن أكتب UK underscore email. ليش أنا كتبت UK يا جماعة هنا؟ عشان أميزه يونيك. لما أجي أكتب not null ممكن نكتب زي هيك email. لما أجي أكتب إنه primary key مثلا primary key email طريقة هذه، foreign key underscore email. لتشيك كمان شوي حنشوفها مثلا ايميل. بعد انتوا بتشوفوا الاختصارات هذه، معظم الناس تعتمد الاختصارات هذه، هذه نط نل نط نل مثلا، في بيستعملوها زي هيك ان ان مثلا نط نل او نط نل بالطريقه هذه. انتوا بتشوفوا ايش الاختصارات المناسبه وبصير تعطيها اسماء. يونيك وبين قوسين هنا حددت مين اسم القيد او اسم الحقل اللي بدي احط عليه ايش يونيك. طبعا يا جماعه برجع كمان مره بحكي الطريقة هذه، ليش بنحط بين قوسين الإيميل؟ هذه على سبيل المثال بدي التنين هدول مع بعض ممنوع يتكرروا. طلعوا مثال تاني يا جماعة، لو أنا مثال تاني، لو أنا بدي الحقل، طلبت إنه الحقل بدي الحقل اللاست نيم مع الفيرست نيم ممنوع يتكرروا، كيف بدنا نعمل هذه الشغله؟ كيف بدنا نعملها يا جماعه؟ الان في عندكم حلين، يا اما بتيجوا بعد الحقل الثاني في الجدول هنا، بعد الحقل الثاني وايش بنكتب هنا؟ برضه بنكتب constraint اسم الكونسترينت انه نط نل او يونيك، عفوا يونيك مين ومين؟ بدي اللاست نيم اندرسكور الفيرست نيم، هذول الاثنين. طيب شو مالهم؟ بدي اياهم يونيك انا. بين قوسين بدك تكتب اسمائهم، الان شو اسمائهم هم؟ خليني اجيبها هيك. الان بدنا نحط الاسم هذا العمود هيو فاصله، مين كمان؟ الفيرست نيم بالطريقة هذه. طب ليش ما بينفع أنا أكتب إنه هذا يونيك؟ هاي طلع جماعة، ليش ما بينفع أكتب يونيك هنا وأكتب كمان يونيك هنا؟ في الحالة هذه شو صار؟ في الحالة هذه لما كتبت أنا يونيك هنا يونيك هنا، صار هذا لحاله يونيك، يعني اسم العائلة لحاله ممنوع يتكرر، الاسم الأول لحاله ممنوع يتكرر. طب أنا بديش زي هيك، أنا بدي الاسم الأول مع العائلة، يعني ممنوع ألاقي محمد خليل، ممنوع الاقي مثلا محمد خليل كمان مره، هذه ممنوعه، لكن ممكن الاقي احمد خليل محمود خليل نفس العائله ما فيش مشكله، لكن الاسماء الاولى مختلفه. ممنوع يتكرر اسم العائله مره ثانيه، الاسم الاول مع اسم العائله في الحاله هذه هيك بزبطش، بقول لي لازم تربطهم الاثنين مع بعض. يبقى بدنا نشيل هذه وبدنا نشيل هذه، بده يصير القيد بالطريقه هذه، لازم اقول له هذا مع هذا عباره عن ايش؟ عن يونيك، عبارة عن ايش؟ عن يونيك. ممكن هذا الحقل او هذا الكونسترينت عفوا
ممكن كل الكونسترينت كلهم نضيفهم اخر شيء، بس نخلص اخر عمود هذا، شايفينه اخر عمود، نيجي هنا تحت بقول له في عندي كونسترينت هاي اسمه من نوع يونيك، ممكن هذا كمان اجيبه هان، يعني هذا كمان ممكن نحطه هان، هذه احد الطرق المستعمله. ممكن اجي اقول هاي فاصله كمان، بقول له في عندك قيد ثاني على مين، على الايميل اسمه يونيك، حط لي على الايميل هذا يونيك كمان. ممكن هذول كمان نشيلهم، يعني طلعوا كيف هذا تاع البرايمري كي، اجي هنا اقول له في عندي كونسترينت، شو نوع شو اسم الكونسترينت هذا، بدي اقول له برايمري كي اندرسكور اللي هو الاي دي، ايش ماله هذا برايمري كي لمين، بين قوسين انا اجباري نحدد الاسم هذا اجباري، لما بدنا نحطهم في الاخر بالطريقه هذه انا مجبر، طبعا لازم احط فاصله هنا، مجبر احط الاسم. واضح هذا يا سبايا الكلام ولا لا؟ هاي يا جماعه واضح ليش انا بستعمل بين قوسين بذكر اسم العمود او هنا بذكرش اسم العمود، مهم جدا نفرق بين النوعين هذول. واضح يا جماعه؟ طيب الان لو انا ما ضفتش الحقل الفريد اثناء عمليه انشاء الجدول، ممكن اضيفه بعدها، شو بنعمل؟ الالتر تيبل، خلص صرنا عارفين. لاحظوا كل عمليات الاضافه للحقول للقيود على الجدول بعد انشائه كلها الالتر تيبل، اسم الجدول انجليز، ايش بدي اقول له؟ اد يونيك على الايميل، خلصت. اد يونيك على الايميل، لكن لاحظوا هنا ما اعطالوش اسم، طلع كيف في طريقه ثانيه، الالتر تيبل انجليز اد كونسترينت، اسم الكونسترينت يونيك على الايميل. طبعا انتم في النهايه اعرفوا طريقه واحده، يعني كيف الطريقه تكتب وكيف الطريقه هذه تكتب، مهم جدا عشان نميز بيناتهم. الان بدي احذف القيد هذا، بطل يلزمني، شو بعمل؟ الالتر تيبل امبليز دروب كونسترينت ايميل كونسترينت، مين هو الايميل كونسترينت؟ هي هي اللي انت معطي له اياه، هي انت اللي سميت الاسم هذا، يبقى اليونيك هذا هو اللي حذفه، لكن هل حذف العمود اللي اسمه ايميل؟ مطلقا بتضل البيانات وبتضل الايميلات تبعت الاشخاص موجوده. طيب في عندنا النوع الخامس تقريبا، القيمه الافتراضيه. شو يعني القيمه الافتراضيه؟ بدي اجي اقول انا كرييت تيبل برودكتس، يعني بدي انشئ جدول المنتجات، في عندي برودكت اي دي من نوع اعداد صحيحه انتجر برايمري كي، في عندي البرودكت نيم فاركار 30، وفي عندي البرايس فلوت، هنا نوع اعداد عشريه، وايش قلت له هنا؟ ديفولت صفر، ديفولت صفر، شو معناته؟ لو انا على سبيل المثال الجدول هذا بدنا نضيف عليه بيانات، الان البيانات هذا في البرودكتس ايش هي يا صبايا؟ في عندي الرقم الاي دي هي واحد، وبعدين بدي اجي اقول له مثلا كولا فاصله، بدي اجي اقول له ايش؟ البرايس، العمود الثالث هي البرايس، صح؟ بدي اجي اقول له حقها 3 شيكل ونص. طيب في عندك الصنف الثاني مثلا تشيز، قديش حقها؟ 10 شيكل. طيب لو قلت له ضيف لي عنصر ثالث، الرقم العنصر الثالث مثلا اي حاجه، هي اي بي سي فاصله، ما كتبتش سعره أنا وعملت أنت، هل في الحالة هذه بيقبل الإضافة؟ بيقبلها. طيب مكان الخانة هذه البرايس شو بيدخل؟ مين يقول لي شو هيعطيني؟ أيوة صبايا ردوا علي. زيرو يا دكتور. زيرو ولا نل؟ نل نفارغ. مين عنده جواب؟ نال فارغ بديش قيمة. حدا عنده جواب تاني؟ طيب الآن في الوضع الطبيعي لو كانت فيش كلمة ديفولت هذه وسبتها زي هيك أنا كان أعطاني نل، كان كتب لي نل هان، كان كتب لي نل، لكن عشان أنا كاتب ديفولت زيرو شو راح يعطيني هنا؟ لا بحط لي صفر، بقول لي إذا أنت لم تذكر، طلعوا معي، بقول لي إذا أنت لم تذكر القيمة أثناء عملية الإدخال، بس الديفولت هذا مع مين بيشتغل يا صبايا؟ مع عملية الإدخال، الغاية من هذه الخاصية
تحديد قيمة افتراضية للحقل المطبق عليه تفاديا للفراغ نل، طلعوا عشان نتفادى النل، أنا بدي أهرب من النل. وطبعا هذه القيمة الافتراضية لا تحفظ إلا إذا تركت المستخدم قيمة فارغة، زي قبل شوي لما أنا سبته فاضي حيسيب نل، لكن إذا أنت كنت حاطط ديفولت هنا ومعطيله قيمة خلاص حط لي صفر، رغم إني أنا ما كتبتش صفر بس هي هو كتب لي لحاله، إذا أنت بدك تسيبها فارغة أنا بدي أحط صفر من عندي. واضح يا جماعة؟ واضح؟ وحنشوفها، حنستعمل الديفولت فاليو هذه في عمليات الإضافة بشكل كبير. طيب القيمة الافتراضية ممكن أنا أنشئها حتى بعد ما إيش؟ ما أنشئ الجدول، يعني على سبيل المثال نسيت أحط الفقرة هذه، ممكن بعدها alter table إيش بقول له؟ products add constraint إيش بقول له؟ def يعني default value برايس، موجود على الحقل برايس، اكتب لي ديفولت 0 4 اختلفت هنا الان، بطلنا نحط بين قوسين، هي هذه الحاله الوحيده، ايش نكتب له؟ ديفولت 0 4 برايس، يعني على العمود برايس. واضح يا جماعه؟ يعني على العمود هذا اللي اسمه برايس. لكن لاحظوا في كل السابقين شو كنا نكتب؟ بين قوسين، هذه لا، كنا نكتب كلمه 4. كنت تلاحظوا انه هذه الديفولت هي المختلفه الوحيده. واضح يا صبايا؟ الان الديفولت هذه بطلت تلزمني، شو بدي اعمل يا جماعه؟ بدي اعمل حذف، حذف القيمه الافتراضيه، alter table products alter column، في عندك هنا ايش؟ alter column، طلعوا كيف يا جماعه؟ الان مين اللي بعملهم alter column؟ الديفولت فاليو عاده والنط نل اذا بتتذكروا، هم هدول، اما الباقي كله بكتب ايش؟ add unique add constraints. لكن مين اللي احنا قلنا له alter column يا جماعة؟ طلعوا كيف drop constraints هي والنط نل. طيب طلعوا في النط نل والديفولت فاليو، لما بدي أعدل على الجدول أو على الحقل اللي موجود في الجدول إيش بكتب له؟ alter column، وتاخدوا بالكم من النقاط هذه، واضح يا جماعة؟ اما الباقي كله بكتب له اد كونسترينت، لكن هذه الديفولت مع النط نل لا، بقول له التر كولوم برايس دروب ايش؟ دروب الديفولت، عدل على العمود اللي اسمه برايس، اعمل لي دروب للديفولت اللي موجوده عليه. ولاحظوا حتى في طريقه الاضافه التر تيبل برودكتس اد كونسترينت اسمه، الاسم اللي بدك اياه هنا الديفولت صفر فور مين؟ فور برايس، كلمه فور هذه ما شفناهاش في المين؟ في القيود الثانيه. نيجي لاخر نوع تقريبا، في عندي التشيك. التشيك هذه مع مين بستعملها؟ بدي افحص القيمه المدخله او القيمه المعدله. طبعا لاحظوا الكونسترينتس بيشتغل مع مين؟ بيشتغل مع الاضافه ومع التعديل كمان، حنشوفهم لقدام لما ناخذ الاضافه والتعديل. الان في طالب بيجي يسجل في الجامعه عمره 5 سنوات، بتصير هذه يا جماعة؟ في موظف عندي بيجي بيشتغل عمره 10 سنوات، يا جماعة؟ لا. طيب بما انه لا، كيف بدي اضبط الامور هذه؟ بدي اتاكد ان الموظف او الطالب اقل شيء عمره قديش؟ 18 سنة، او الموظف اللي بيشتغل عندي في الشركة عمره 18 سنة، هيك قانون الشركة او هيك قانون مثلا وزارة العمل. الان بيجي بقول لي كيف بدنا نفحص القيم هاي؟ طب سؤال ثاني كمان، في عمره حدا اخذ راتب بالسالب؟ يعني باجي بقول له راتبك ناقص 10، يعني انت بدك تدفع للمؤسسه بدل ما تاخذ راتب انت تعطيها؟ طبعا لا، ولكن هذه الشغلات ممكن تصير بالخطا. كيف يعني؟ يعني المدخل اللي بيشتغل على البرنامج بالخطا كتب انه عمره سالب 18، طب هذا غلط، في حدا موظف عمره سالب 18 او في طالب عمره سالب 18؟ بالخطا قال لي ان الموظف اللي توظف عندنا جديد راتبه ناقص 1500 شيكل، يعني كل شهر الموظف بده يدفع للشركه 1500 شيكل، هذا خطا. واضح يا جماعه؟ طب كيف بدي اتاكد من الامور هذه انها تكون صحيحه ما يدخلش قيم سالبه؟ الان فيش عندي في الداء في النوع البيانات اجي اقول له انتجر موجب او انتجر سالب، لا، في عندي انتجر، ما هو بيقبل الانتجر الاعداد الصحيحه بتقبل موجبه وسالبه، وايضا الاعداد العشريه بتقبل موجبه وسالبه. اذا انت بدك تفحصها انها اكبر من قيمه معينه او محصوره بين قيمه معينه، شو بنعمل يا جماعه؟ طلعوا هنا كرييت تيبل امبلويز، امبلوي اي دي از نوت نل، از نوت نل،
نيجي نقول هنا الامبلي نيم نوعه الطول المسموح فيه نطنل لاحظوا هنا الايج يعني العمر ايش هو اعداد صحيحه بنقول عمره 18 19 20 وهكذا ايش بقول له هنا تشيك افحص القيمه قبل ما تدخلها عندك شو هي انه الايج هذا يعني العمر لازم يكون اكبر او يساوي 18 يعني 17 بيقبلهاش 15 بيقبلهاش 10 بيقبلهاش لانه فيش موظف عندنا مسموح انه يتوظف تحت ال 18 تحت ال 18 من ال 18 واطلع مقبول عندنا لانه هذا حسب قانون مثلا وزاره العمل او حسب قانون الشركه اللي احنا بنشتغل فيها او المؤسسه اللي احنا بنشتغل فيها واضح هذا الكلام يا جماعه هذا في حاله لو انا بدي اكتبها بدون اسم كتبت له تشيك مباشره طيب لو بدي احط اسم constraints بسيطه age integer constraint شو اسمه هيو اسمه check underscore age لاحظوا من اسمه بعرف انه هذا check ومبني على ايش الحقل اللي اسمه age بقول له check انه الage هذه اكبر من 18 check هذه اكبر من 18 واضح يا جماعه طب لو في حاله انا بعد ما انشات الجدول ونسيت احط السطر هذا هذا اللي بالازرق نسيته شو اعمل هل راحت علي لا بقول لي اعمل alter table employees add constraint لاحظوا رجعنا للطريقة القديمة يعني primary key بنفس الأسلوب foreign key بنفس الأسلوب unique بنفس الأسلوب ما عدا default والنطنل هذول لهم حالات خاصة شوية add constraint ايش بقول له check age اعمل لي فحص عليه check يعني اعمل لي فحص بين قوسين انه الايج لازم يكون اكبر من مين من 18 اكبر من مين من 18 واضح يا جماعة؟ طيب لو أنا بدي أفحص إنه القيمة اللي لازم تكون مدخلة هنا الموظف مش مفروض يكون عمره من 18 إلى 60 أو 70 طب شو نعمل؟ بقول لي alter table employees add constraints اسمها check شو اسمه؟ طبعا على الحقل اللي اسمه age بدنا نقول له أكبر من أو يساوي 18 نيجي هنا بنحكي له and age اصغر من او تساوي ال 65 يعني بس الموظف عندنا في الحكومه بيشتغل مثلا من سن ال 18 لحديت ال 65 يعني مستحيل الاقي موظف عمره 70 سنه واضح يا جماعه بالطريقه هاي او يجي يتوظف عندنا وعمره 70 سنه الان القيد هذا بطل يلزمني شو بعمل؟ بعمل alter table employees drop اسم ال constraint اسم ال constraint خلص هذا بطل يلزمني يعني احنا مسموح في الشركه عندنا يتوظف اقل من 18 واكبر من 65 خلص فتحوا صار في عندنا حريه في الشركه اكثر بدنا ناس عندها خبرات اكبر مثلا اكبر من 65 سنه واضح يا جماعه في اي سؤال في الشابتر هذا يا جماعه انا خلصت تقريبا الانشاء كله يا صبايا في اي سؤال طبعا الان في عندكم محاضرات جاهزه هذه المحاضره الاولى انتم حضرتوها حنزل المحاضره هذه الثانيه في محاضره في الاستعلانات الشابتر اللي بعده هذا اللي هو خمسة هيو جاهز عندكم هذا مشروع كليته واضح يا جماعه بالاضافه الى بدايه الشابتر اللي بعده ستة بس طبعا شرحنا هذا كله كمان هذا الشابتر كمان كله مشروح الجوين هذا استعلام كمان وسبعه بدانا بس في اول شق اللي هو الدوال المتعلقه بالنصوص لانه في دوال متعلقه بالنصوص في دوال متعلقه بالتاريخ في دوال متعلقه بالارقام في دوال متعلقه باشياء اخرى مثلا متنوعه بسموها اخذنا هذه كليتها يعني الان انتم جاهزين تحضروا المحاضرات هذه معايا وتتبعوا معايا ماشي يا جماعة يعني عندكم المحاضرة هذه وعندكم المحاضرة هذه الاختبار القصير حفتح لكم إياه بعد هذول ماشي بحكي لكم عنه طبعا هيو موجود عندك الاستعلام استعلام بعدين الربط بين الجداول والدوال النصية واضح يا صبايا في أي سؤال طيب حتلاقي على المودل كمان عندك في ملفين هيهم بالطريقة هذه هذول أمثلة على إنشاء الجداول طلع كيف هي مثال إنشاء جدول أشخاص إنشاء جدول مبيعات اتفرجوا عليهم هذولا واقرأوهم
عشان نطبقهم المحاضرة القادمة عملي. هذا الملف وهذا الملف. رجعت أعطيت أمثلة بزيادة على كل القيود اللي موجودة على الجدول بكل الحالات تبعتها. واضح يا جماعة؟ في أي سؤال؟ في أي استفسار؟ أيوة صباح، حدا يرد بس. واضح يا أستاذ، يعطيك العافية. إحنا اليوم الخميس صح؟ يوم الاثنين القادم عندكم اختبار قصير في الشابتر الأول اللي هو إنشاء الجدول وإنشاء القيود. واضح؟ واضح يا جماعة؟ واضح يا دكتور. طيب عشان المحاضرة الجاية حبلش معكم عملي، حبدأ معكم عملي. في أي سؤال؟ طيب يعطيكم العافية يا جماعة، وإن شاء الله استنى في حدا عمال بكتب، هي خليها بعد اثنين. إيش يعني بعد اثنين؟ في آمنة بتحكي إنه مش واضحة القيمة الافتراضية. طيب خلينا نعيدها سريعا. طيب أنا عشان عبد فصل الفيديو عندي، إذا فصل برجع بعملكم كمان رابط. هاي القيمة الافتراضية يا آمنة، القيمة الافتراضية إيش هي؟ هاي القيمة الافتراضية، أنا بدي أتفادى قيمة النل. متى بتصير قيمة النل؟ لو إحنا مثلا زي ما قلنا هاي المنتج أنا عمال بعمل له إضافة، هاي كولا وهي سعره، سعره مثلا 3.5 شيكل. في عندي منتج تاني هاي ABC مثلا وسعره مثلا 4.9. في عندي منتج ثالث أنا DDD مثلا هيو وما حطيتش السعر، في الحالة هذه بعمل إضافة أنا. هو لحال الكمبيوتر شو ربح بعمل؟ أو الداتابيز بتعمل نل. طب أنا بدي أتفادى هذه النل، ما بدي قيمة نل أنا، بقول لي إيش؟ أكتب ديفولت برايس فلوت ديفولت صفر. في الحالة هذه إيش بسوي؟ بستبدل النل بالصفر، بستبدل النل بالصفر. واضحة يا آمنة؟ المحاضرة خليها بعد الساعة 2. طيب بنشوف يا إسلام، حاضر المحاضرة الجاية نحاول نبدل لكم إياها. واضح؟ في أي سؤال؟ خلاص آخر دقيقة هاي. يعطيكم العافية. واضح يا دكتور. طيب يلا ربنا يوفقكم إن شاء الله. السلام عليكم.